السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا سعودي، حضرت من المملكة العربية السعودية لزيارة المستشفى الخاصة برحمة الله، وقبله والده علي كوتي. في الحقيقة لاحظت الاصطفاء، الأطباء والممرضين ممتازين 100%، والعلاج 100%، ولكن ينقص بعض التنظيمات في ناحية العلاج ومن ناحية ترتيب عملية الممرضين والخاصين بالمساج والخاصين بالكهرباء. المفروض يكون في ترتيب وقت بينهم وبين بعض، حيث أن المريض يحتاج إلى الراحة عقب الفترة اللي قضاها في المساج، يحتاج إلى راحة على قلب نص ساعة ومن بعدها يجي حقون الكهرباء الفيزيائية، يجي بعدها بنص ساعة أو ربع ساعة حقون اليوكا، حتى يصير عملية المريض يرتاح فترة من الزمن والعلاج يكون مستمر باستمرار. أما من ناحية الممرضين والممرضات وإشراف الدكاترة علينا في السكن، فالحقيقة الوضع ممتاز جدا، بحيث ما يتركونا إلا في الساعة 5 عصرا أو 6 عصرا، ويرجع الممرضين والممرضات لقياس الضغط وقياس السكر وقياس كل شيء، وإذا احتاج المريض إلى تغيير في جرح لا سمح الله في جسمه، يقوموا بتغييره كل شيء مؤدي لإقلاعه. بالنسبة للسكن العام للمستشفى، المفروض يكون خارج المنطقة وخارج منطقة الزحام، حيث أن المريض يحتاج إلى راحة كلية، ما يسمع أصوات سيابوق سيارات، ولا يسمع آلات حديدية تغضر في بعض، ولا يسمع هذا، يبغاله منطقة شوي. بالنسبة للسكن الثاني اللي احنا ساكنين فيه تي، برضو السكن ممتاز وده، ولكن توجد ورش حديدية بجواره، ده مما يسبب إزعاج للمريض، والمريض هو إنسان جاي تارك بلاده وتارك دنيته علشان يتعالج ويرتاح، يحتاج إلى الراحة الكاملة، وهذه تسبب الأصوات، تسبب له إزعاج في نومه ويصحى من عزم منامه. أما بالنسبة للدكتور رحمة الله، الحقيقة شهادتي فيه مجروحة، ولكنه طبيب ونعم الأطباء في تعامله، هو وأخوانه وزملائه كلهم الأطباء الحقيقية ذو أخلاق عالية ومتفاهمين معنا، ويعطوا المريض حقه من ناحية العناية خلال فترة العلاج.